قياساتنا القياسات اللي هي المسوحات اللي اتعملت في 1.5 مليون فدان كنا بنقيس بيه على فترتين. الفتره الاولانيه بالريزستيفيتي عادي يجيب الجزء لحد 300 متر وبعدين نعمل مسوحات بالماجنتيك يجيب لي القاع بتاع البيزمنت. دلوقتي الجهاز ده اصبح ان هو بيجيب لي كل السكشن على بعضيه من اول سطح الارض الى حد قاع الصخور الناريه. مشكلتي انا دلوقتي لما كنت دول الجهاز يجيب من ايه؟ هيجيب من سطح الارض هنا يا فندم ل 1500 متر. دلوقتي احنا بعد ما كنا بنشتغل بثلاثة اجهزه عشان نجيب حاجه متراكبه على بعضيها وندي صوره عن الخزان الموجود في المنطقه دي، اصبح عندي جهاز دلوقتي بيوفر لي من سطح الارض الى قاع الخزان بيجيب لي كل الظروف والطبقات الحاويه للميه. والحاجه اللي كنا بندور عليها حضرتك اصلا اللي هي سمك الطبقه الحاويه للميه نفسها، يعني بيجيب لي عمق الميه كام وكمان سمك الطبقة اللي فيها دي عشان اقدر اشتغل فيها في النمذجة وكده. الجهاز في توتال تكلفته لا يساوي تكلفة ربع بير اختباري. بمعنى ايه؟ ان انا دلوقتي لما ادخل منطقة بمساحتها الكبيرة دي زي ما اشتغلنا حضرتك في غرب غرب المنيا وكومومبو وكل المناطق اللي اشتغلناها في منطقة في المناطق 1.5 مليون فدان، اصبح دلوقتي بيوفر لي الوقت ويوفر لي الجهد ويوفر لي تكلفة اي ابار اختبارية بتطلبها المنطقة دي. دلوقتي عندي المشكلة اللي عندي دلوقتي ان انا عايز اقضي واغطي معظم ربوع مصر بالمسوحات الحقلية بالجهاز ده، ولكن عايز اعمل استريس واعمل الانفستيجيشن الاولي او المسوحات الاولية هكون في المساحات 1.5 مليون فدان المساحات المتبقية للمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية جاهزة تماما والمرحلة الثالثة هنستخدم هذا الجهاز في التنمية. حضرتك بالنسبة لمنطقة غرب المنيا يمكن توجيهات حضرتك ان احنا نمد المنطقة ما بين جنوب شرق محافظة القطارة و منطقة غرب المنيا. المنطقة دي تتمسح بالكامل، 90,000 فدان بتوع جنوب شرق محافظة القطارة ممكن نزود عليهم على الأقل 50,000 فدان في المساحة دي تاني إن شاء الله بالمساحات الأولية. حضرتك بالنسبة للمحيط اللي احنا قاعدين فيه كله ده محاط بسلك، وفي النص هنا يمكن حضرتك تشوف جهاز انا اعرف بس استقبال. ده استقبال ده الاستاذ الدكتور مجدي عطيه استشاري المعهد يمكن يشرح لحضرتك برضو توضيحات بالديتيلز اكتر الفنيه بتاعتها. هو الجهاز ده هو جهاز بيعتمد على الكهرومغناطيسيه بيقيس المجال الكهرومغناطيسي، وهو جهاز الحقيقه فيه تقنيه حديثه جدا ان هو بيستخدم المجال الكوني اللي هو الموجات المرتده بين الايونوسفير وسطح الارض تخترق لمسافات كبيره جدا في الارض. بنقدر نعمل تركيب لمجالات اصغر في التردد عليها فبتشيلها وتنزل بيها لقاع الارض لعمق الارض لعمق كبير وترجع تاني محمله بالمعلومات. وكان الفرق ان هو بيرجع عشان طول الموج كبير ما كانش بيشوف الطبقات الصغيره بيبقى فيها طبقات الحامله للماء والحاجات دي، قدرنا نركب عليه موجات ذات تردد اعلى وبالتالي بدا يشوف الحاجات الصغيره دي. احنا اسلوب شغله بسيط جدا ورغم انه تقنيه حديثه قوي يعني تعتبر يعني رقم واحد في العالم. ده امريكي حضرتك، ويعتبر اول نسخه تتباع مش عايز اقول في الشرق الاوسط كله لكن اتكلم عن مصر بقول اول نسخه تتباع في مصر، فهو اول مره يشتغل في مصر مع البحوث العلميه الجوفيه. الفكره ان احنا بنعمل لوب او ملف كبير قوي الضلع بتاعه 400 متر يعني طول كل دول من الاربعه دول الكابل الاصفر ده 400 متر بيبدا يخلق موجه وبعد نفس الشكل تنتشف الارض بشكل كبير. بنقدر نقيس منها المركبه المغناطيسيه والمركبه الكهربيه بتاع المجال المولد نتيجه لاصطدام هذا المجال بطبقات الارض.
احنا كبتوع جيوفيزيكس بناخد هذه البيانات بعد ما نرجع المكتب تاني، بنقدر ننزل هذه البيانات على الكمبيوتر ونحللها ونعرف منها هذا العمق كله بيحتوي على ايه، على جميع الطبقات الموجوده بما فيها طبقات الميه. وبالتالي بما ان اهتمامنا بالميه بنقدر نشوف، بنركز على الخزان ونشوف امتداده، وساعات يعني لو محظوظين شويه والصخر مش صخر معقد نقدر نقول الميه ديت لا الميه ديت تنفع للزراعه، لا ده شويه عطشه مقاومه عاليه تقدر تنفع لتربيه الماشيه اكتر من الزراعه، تنفع للشرب او ما تنفعش، يعني نقول بعض الكلام لكن ما بيبقاش كلام محدد قوي الا بعد التحليل الكيميائي. ولكن بالجهاز ده بنقدر نخترق الارض، يعني المسح اللي احنا عاملينه النهارده ده يوصلنا ل 1300 متر عمق. احنا عاملين فردين بكرتين بس، لو فردنا البكرتين التانيين يعني شوف حضرتك البكره دي الصفره دي لسه ما فردتش، عشان بس التراب النهارده لو فردنا الاربع بكرات ممكن نوصل لعدي ال 1500 متر عمق بالراحه، يعني في اسوأ الظروف. يعني هو هو بيختصر، يعني تخيل حضرتك الوقت اللي انت بتقضيه في انك تحفر بير 1000 متر ويطلع جاف مش منتج، ضيعت وقت كبير. لكن ده مثلا هناخد الجثه في يوم، احنا بناخد جثه بجثه، بنجمع الجثات دي في شكل قطاعات وبعدين بنجمع القطاعات مع بعضها نطلع 3D. هو الجهاز ده هو متعدد الوظائف، عشان كده حضرتك لو بصيت في حاجات كتير جدا انا مش موصلها ليه. هو الجهاز ده بيشتغل حوالي خمس حاجات، بيقيس حاجه اسمها الام تي اللي هي الماجنيتولوريك التيارات الدواميه اللي اتكلمت عنها من شويه، بيقيس حاجه اسمها سي اس اي ام تي اللي هي كنترول سورس اوديو الكتروماجنتيك، بيشتغل حاجه اسمها الكومبوزيت ريزيستيفيتي اللي هي سي ار اللي هي المقاومه المركبه، بيشتغل حاجه اسمها التيم اللي انا فاردها دلوقتي ومهتم بيها. الحاجات الكماليات اللي معاها ديت انا بركبها لما اكون يعني لما اكون هشتغل تكنيك معين من دول بوصل الحاجات بتاعته. بما ان هوصل التيم انا وصلت بس الحاجات بتاعت التيم وركنت الحاجات التانية على جنب لغايه لما نشتغلها، عشان هو الجهاز دوت يعتبر معمل جيوفيزياء متكامل لدراسه المياه الجوفيه. بنقف كده في اي حته ندرس كهربيه، ندرس مغناطيسيه، ندرس يعني وانا في المكان دلوقتي عمق الميه اقدر اعرفه. بص حضرتك هو المفروض يعني عشان اقول كلام دقيق قوي اروح المكتب اخد البيانات ديت اعملها داونلود على الكمبيوتر واقعد احللها المفروض، ولكن احنا بنشتغل جيوفيزيكس بقى اكتر من 20 سنه، بدا من مجرد القرايات اقدر اعرف الميه على العمق كام تقريبا او حاجه زي كده. دي مهمه جدا لما يكون في الاعماق في خامات معدنيه ذات قيمه بيشوفها. الارض قصيره وطويله يعني هو بيفيد في الميه والمعادن، هو بيشوف الارض بكل اللي فيها. بص حضرتك كان زمان عشان يشوف الاعماق دي يعملوا حاجه اسمها سيازمك بالتفجير الديناميت، عمليه شاقه ومكلفه. ده يعني في 10 سنين اللي جايين ده هيغني عن الموضوع ده.